أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على التزامها بدعم أصحاب المشاريع المنزلية المستفيدين من برنامج خطوة عبر إتاحة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي. ويأتي ذلك بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2014 بتطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل بهدف الاستفادة من التغطية التأمينية والاستمرار في العمل وممارسة نشاط الإنتاج المنزلي. لذا تعمل الهيئة العامة حاليا على مراجعة جميع طلبات ضم المدة السابقة المقدمة وفق برنامج خطوة للتأكد من تطابقها مع أحكام القرارات المنفذة، حيث سيتم التواصل مباشرة مع أصحاب الطلبات خلال الفترة القادمة مع مراعاة الحفاظ على حقهم في صرف المعاش وفقا لأحكام القانون قبل التعديل، وذلك لمن يستكمل المستندات المطلوبة.